السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. طبعا كان في الفيديو ده مخصص بالذات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، لأن في طلاب كتير سألوا إحنا إزاي هيبقى نظام التنسيق، الثانوية العامة هيبقى بناء على إيه، هل يا ترى لما إحنا نقدم البحث هناخد الدرجة هتبقى إزاي وطريقتها إزاي. طبعا الوزير طلع وقال تصريح ان الطالب الصف الثالث الاعدادي لما يقدم البحث هياخد الدرجه النهائيه بتاعت الترم التاني كامله، يعني انت هتاخد 140 كامله، زائد كمان هيضاف عليك درجه الترم الاول، وبناء عليه هيتم حصر كل الدرجات ديت وهتتقدم للمحافظ والمحافظ هيعتمدها وهيطلعوا بقى ايه نظام التنسيق. يبقى كأنك انت دخلت الامتحان واخدت 140 درجة كاملة. وطبعا اللي مش هيقدم البحث هيبقى له امتحان في الدور تاني، هيبقى امتحان بقى مش هيبقى بحث، بس البحث سهل وبسيط وان شاء الله هتعملوه وبالتوفيق دايما. طيب برضو في وثيقة هنا برضو، علشان بس الناس اللي ما بتصدقش او بتقعد تقول ان انا بقول اي كلام، هنا مكتوب اهوت في السطر ده: في حالة اجتياز الطالب بنجاح للمشروع ده، طبعا منشور لمحافظ الشرقية، بقول هنا: في حالة اجتياز الطالب بنجاح المشروع البحثي يحصل على كامل الدرجة النهائية المخصصة بكل مادة من مواد الفصل الدراسي السنة. طبعا ده بتعمل بحث واحد، اصل في برضو طلبة بتقول ان احنا هنعمل 5 ابحاث كل مادة لها بحث. لا طبعا انت بتعمل بحث واحد المواد كلها، عايز تعمله لوحدك ماشي اوكي، عايز تعمله مع مجموعة تبقى اخرها يبقى 5 افراد، اخرها يبقى 5 افراد بس كده. يبقى كده انت دلوقتي اخدت الدرجة كاملة بتاعت الترم التاني، مع وهتعمل البحث، كل اللي عليك انك تعمل البحث، وان شاء الله احنا في لسه في مؤتمر للوزير التابع التعليم في يوم 1/5 هيقول لنا فيه ازاي هنرفع البحث على منصة المودو او ازاي هنوديه للمدرسة. وبالتوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.